السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي. معاكم آلاء عامر، يا رب تكونوا جميعا بخير وكل عام وأنتم بخير حبايب قلبي. يا رب وعيد سعيد عليكم جميعا. حبيت أبدأ معاكم الصبح بدري كده أسمعكم التكبيرات اللي كانت شغالة. الحمد لله بفضل الله نزلنا صلينا العيد وكنت مبسوطة جدا جدا. ربنا يا رب ما يقطعها عادة تاني أبدا، ويجعل دايما بلادنا كلها في خير وسلام دايما يا رب العالمين والعالم كله. قضينا عيد جميل بفضل الله. النهاردة كان أول يوم وحبيت أشاركه معاكم من ساعة ما صحيت بدري كده الحمد لله. كان قبل الشروق طبعا أكيد عشان كمان أصحي الولاد، وطلعت كده أسمع التكبيرات بيبقى صوتها جميل جدا جدا. يعني الحمد لله رب العالمين على النعم الكتير اللي احنا فيها. ونزلنا طبعا صلينا الحمد لله كلنا، وطبعا اكيد البالونات دي مشهورة جدا دايما واقفين بيها قدام الصلاة على طول. فطبعا ماسة شبطت هي ومروان، وماسة لابسة الاسدال بتاعها بقى تحفة الحمد لله، عجبها قوي وجميل جدا. وان شاء الله هلاقي لها بديل للصورة اللي عليه دي، لان انا وانا بشتريه بصراحة كان في دماغي ان انا هغيرها. ان شاء الله يشوف لها كده حاجة مشابهة بعيدة عن الصور. مروان بقى ما لقاش عند الراجل حاجه بامبي، فدورنا على حاجه لونها لبني ولبسنا كده ونزلنا الصبح بدري. انتوا عارفين بقى طبعا الاضحيه لازم بتكون بعد صلاه العيد. المهم الحمد لله احنا كمان كان دورنا مع الجزار بدري، ركبنا كده. وكمان الجزار احنا كنا متفقين من عنده عند ماما، سبحان الله. يعني السنه دي ما حالفناش الحظ ان احنا نذبح عند اللي بنتابع معاه او اللي بنذبح عنده، فاتفقنا عند حد عند ماما. فرحنا بقى كلنا الصبح بدري كده، خدت معايا التورتايه دي بس للاسف اتشوهت كده من السكه. رغم ان انا حطاها في حافظ الكيك ده، بس الحمد لله يعني كل اتبسط من شكلها. انا كنت واخداها معايا وكنت عاملاها اصلا عشان اخدها لبابا وماما، واحنا ما كناش فطرنا. فاول ما روحت كده بصراحه كان نفسي جدا ان انا ادوقها، فاكلنا منها بسرعه قبل ما الجزار يرن علينا ويقول لنا يلا بقى ننزل وكده. فبصراحه كنا مستعجلين جدا حتى ما لحقناش نكملها، نزلنا على طول. بصراحه انا بحب الذبح بتاع الصبح ده، بتنجزي حاجتك بدري بتخلصي بدري، فبالتالي يعني قبل ما الدنيا تليل عليكي وكده بتكوني خلاص رستقتي حاجتك، وكمان قدرتي تعملي منها وجبه سواء بقى كانت غدا او عشاء على حسب بقى الظروف. نزلنا بقى مروان شبط ان احنا نروح نتصور. الاجواء كلها بتبقى الاطفال خايفه منها، بس في نفس الوقت عندهم فضول ان هم يشوفوها. فحبيت ان احنا كده ايه ناخد مقطع صغير بس من اللي حصل، لكن طبعا انا ما بستحملش منظر الذبح ده خالص. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وكنت واخده معايا حاجات كتير جدا، من ضمنها الميزان بتاعي، ومن ضمنها السكينه كمان. اشتريت سكينه حلوه قوي، كنت دايخه بصراحه على سكاكين كويسه ومش عارفه اشتريها منين. شفت كتير في فتح الله وشفت في المحلات العاديه وكده، بس حسيتهم مش موتان. فلقيت سكينه حلوه جدا في رنين، هي برازيلي، هسيب لكم الاسم الماركه بتاعتها لان انا اصلا عندي منها واحده وممتازه جدا ولقيتها حاميه قوي بصراحه. وكمان اخدت معايا طبعا اكياس، اشترينا اكياس كتير اللي هي الكبيره قوي اللي بتاخد بقى هي طولها متر، وفي منها متر ونص كمان اللي هي بتجمعي بقى فيها كل اللحوم بتاعتك وانت ماشيه من عند الجزار. وكمان الاكياس اللي هي بتشيل كيلوات برضو جبنا منها، وبتاعت التلاجة بقى اللي هي لما بتروحي بتبدأي ان انت تقسمي في البيت عندك لطبخات. فكل الحاجات دي بتبقي عامله حسابها قبل الذبح وكده عشان ما تتلخميش. طبعا اكلنا الفته عند ماما واتغدينا، وبصوا الواحد كان بقى ايه عنده صداع فظيع من اول النهار، ما نمتش كويس بصراحه. بصوا احنا في البيت اهو الساعه 3:30، فبفضل الله يعني كل ده خلصناه وروحنا، والعصر بيأذن علينا كده. اول ما دخلت وحطيت الحاجه في الفريزر بسرعه، وقلت بقى ايه اعمل كوبايه القهوه دي لان انا كنت ناويه اشربها عند ماما، بس ما حصلش نصيب بقى. الواحد كان مستعجل جدا، حاجات كتير وراه، بس الحمد لله يعني اهم حاجه ان الحمل كبير انزاح والذبح عدى على خير، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين اي عمل صالح الواحد بيعمله. فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين، هو يعني يغفر لنا ويسامحنا يا رب. بص بقى انا حطيت معلقه ونص من السكر، وده مش عادتي، قللت السكر شويه بس عشان كان عندي شوكولاته وبصراحه نفسي اكلها، فعشان اعمل الاثنين قللت السكر في القهوه. وطلعت بقى الحاجات اللي هي محتاجه توضيب اللي ما قدرتش اعملها عند ماما، منها القلب، جزء من القلب طبعا، وجزء من الكبده، وكمان الكلاوي. الحاجات دي طبعا انتوا عارفين ان يوم الذبح الواحد بيفطر بيها، ده لو هو بقى ايه في بيته وذبح الصبح بدري وخلص بسرعه بيعرفوا يفطروا. لكن انا طبعا معرفتش اعمل كل ده خالص عند ماما. وكمان احنا
يعني على ما خلصت كانت الساعه 12 ونص، فكنا داخلين في ميعاد غدا، فماما اصلا كانت عامله فته وكده، وما كانش فيه وقت خالص ان انا اوضب حاجه عندها غير اللحمه، فحاجه كلها التانية بقى اللي هي بتبقى ايه الجانبيات بتاعت اللحمه هي دي اللي انا خدتها معايا، قلت اوضبها في البيت. فرشت بقى المفرش ده طبعا عشان اعمل وقايه كده، وبصراحه بقى قلت هشرب القهوه يعني هشربها وهبدا اشتغل كده في الحاجات دي. بصوا الحاجات دي ما بتتغسلش، الجزار وهو شغال طول ما هو واقف بيغسل في الذبيحه نفسها من قبل ما يقطعها، وخلاص طالما بدا يقطعها وبدات اللحمه تظهر من الذبيحه بيوقف غسيل للحمه، لان الغسيل بيسبب فساد في اللحوم، فاصلا اللحوم بيئه مناسبه جدا لنمو البكتيريا، فما بالكوا بقى لو زودنا لها ميه. ميه دي يعني رطوبه، والرطوبه دي بتسبب نمو بكتيريا اكتر، فالاحسن ان هي ما تتغسلش. هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه في الكبده والقلوب والكلاوي والحاجات دي عشان تبقى مغسوله، او مش مغسوله، تبقى نظيفه من غير غسيل ميه. كنت بحاول اوريكي اسم السكينه بس طبعا هي اسمها مش ظاهر خالص لان هي محفوره على المعدن نفسه. المهم ده الجزء بتاع القلب، انتوا عارفين القلب ما بيبقاش كبير قوي، يعني هو بيبقى كبير عند بتاع الخروف بس لما بيتقسم ما بيبقاش كبير، تمام كده. فانا ابتديت اقطعه شرايح طويله كده شبه الشاورما على قد ما اقدر. بصراحه انا اليوم ده حسيت ان انا يعني مواهب كتير جدا عندي ظهرت من غير ما اعرف. ليه بقى؟ لان انا دايما بتعامل مع الخرفان، زوجي ربنا يبارك فيه كان دايما يضحي او عقيقه او اي حاجه من الحاجات دي بتبقى عباره عن خرفان وبتبقى خروف برقي، وكان بيذبح في برج العرب، بيروح يجيب الذبيحه وكده ويجي بدري قوي ما شاء الله، يعني كان الجزار اللي بيتعامل معاه عارفه، فكان بيخلصه بدري، اللي هو انا اصلا يدوب ينزل من هنا ادور اعمل كوبايه حاجه اشربها ارجع الاقيه جه، فالساعه 9 بلاقيه في البيت. طبعا كمان عشان ده خروف، الخروف كميته قليله شويه فبيخلص بسرعه، وكمان مش بيتشفى زي العجول. فكل اللي انا كنت بعمله ان العلقه بتاعت الخروف كانت صغيره قوي فبقطعها كلها، بنبدا نحمرها واليوم فعلا بيخلص بسرعه. اللحمه بتاعتها برضو بتبقى جايه متقطعه، ما بتحتاجش تقطيع مني خالص لانها بتبقى عباره عن لحمه بعض، بكيسها زي ما هي واشيلها وخلاص، الذبيحه خلصت واليوم خلص بسرعه جدا. اللي حصل بقى السنه دي ان انا بصراحه يعني ايه الحمد لله على كل نعمه، بس زهقت من الضاني. الضاني لما بيكون كميته كبيره بعد الذبح بتقعدي كميه وقت كبير بتاكلي في ضاني، انا ماليش اصلا في الضاني على فكره، يعني باكله كده مجامله لزوجي بس انا اصلا فعلا ماليش فيه. فقلت له لا يعني من فضلك بلاش السنه دي يبقى ضاني، لان انا بصراحه يعني ايه عايزه نبقى لحمه عاديه عشان الواحد ما يتعذبش مده كبيره بياكل في ضاني. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا المره دي وذبحنا العجل، وحاساه بصراحه مش مهدر زي الخروف. الخروف نوعه بيبقى كويس، لحمته جودتها عالية جدا بالذات لو برقي، النوع البرقي برقي هكتب لكم اسمه، النوع ده بيبقى عرباوي، النوع ده نسبة الدهون فيه بتكون قليلة، وفي نفس الوقت ريحة الضاني اللي فيها مش مؤذية. يعني انا دايما فكرتي عن الضاني ان ريحته فذة او شديدة، لكن البرقي ده بصراحة كانت اقل نسبة ريحة ضاني انا شميتها في حياتي، بصراحة كان كويس، بس عموما هو ضاني برضو وتقيل. فانا هنا بقطع الكلاوي زي ما انتم شايفين وبشيل منها الدهون وكل حاجه. الكبده بقى بصوا انا ما غسلتهاش، انا جبت منديل مطبخ وابتديت ان انا امشيه كده على الجنبين، لو في اي سوائل طالعه من الكبده بتتمسح. وطبعا لسه انا هوريكم انا هعمل فيها ايه، شلت برضو الدهون اللي بتكون موجوده دي. وعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت واقفه حاضره على التقطيع وكده، يعني من باب الفضول والله انا ما بعرفش اتصرف في الحاجات دي، بس كنت واقفه مشاركه كده لزوجي وجدانيا، يعني كان انا كنت واقفه زي قلتي بصراحه. المهم الموقف كان عاجبني بقى وحاسه ان انا فاهمه، عارفين بقى التشريح والحاجات اللي عملتها في الكليه وكنا بنشرح حيوانات كده، حسيت ان انا افادتني اللي هو انا واقفه فاهمه انت بتعمل ايه وعارفه اللي في ايدك ده ايه واسمه ايه يعني. فلقيته بقى بيشيل العصاره الصفراويه اللي كانت في الكبد، وكان في منتهى الحرص، وكنت واقفه مراقباه اللي هو ها هتفقعها في الكبده ولا هتشيلها بحرص، بس هو جزار شاطر اكيد. الكبده بقى بصوا عشان انا جيت اتعامل معاها نفسي اقطعها رفيع، رغم ان الجزار على فكره اللي بتعامل معاه ما بيقطعهاش رفيع، لان الكبده البلدي بتبقى يعني صعب تتقطع رفيع بسهوله، الجزار بيعرف يقطعها بس مكعبات كبيره شويه. حاولت اقطعها شرايح كده زي ما انتم شايفين رفيعه، والشرايح دي هي اللي هخليها تتقطع اصغر، يعني حاولت اعمل فيها جزار بس والله في حاجات كتير الحمد لله نجحت معايا، رغم ان انا زي ما قلت لكم اول مره اتعامل
مع عجول، فحسيت ان الموضوع صعب. بس لما لقيت نفسي شغالة، اصل ما حدش هيعرف يعني، مش هلاقي حد يعمل لي، فلقيت ان انا الحمد لله ربنا وفقني جدا جدا. زوجي كان واقف معايا برضو يعني، واقف بقى هنا بقى بيشاركني وجدانيا، هو واقف ورايا بس ما بيعملش حاجة، بيتفرج على واحدة أول مرة تشتغل وأنا عاملة فيها بقى إيه إن شاء الله فاهمة. المهم الحمد لله ربنا وفاني في تقطيع الحاجة. وعايزة أقول لكم بقى حاجة مهمة جدا بالنسبة للحوم، أيا كان نوعها، لحوم حمراء أو دواجن أو أيا كان، أي حاجة بتكون لسه مدبوحة طازة النهاردة يفضل إن هي ما تاكلش منها النهاردة. عشان كده أنا برضو ما عملتش خالص النهاردة أي حاجة من اللحوم، عملت بس الكبدة والحاجات دي تشتغلي فيها عادي في نفس يوم الذبح. لكن الافضل في اللحوم بقى نفسها، عايزه تعملي شوربه، عايزه تعملي لحمه محمره، عايزه تعملي فته، الكلام ده يكون عندك لحمه من قبلها، بلاش تستخدمي اللي لسه مدبوحه الا اذا سبتيها تتشمع او يعني تبرد في مكان متهوي، او فتحتي عليها المروحه او التكييف، لازم تقعد لها مش اقل من 3 ساعات في مكان جيد التهويه جدا، بالذات ان احنا في حر، فصلتي عليها المروحه كده وتفردي اللحمه بتاعتك طبقة واحدة. يعني لو هتحطيها على الرخامة ما تحطيهاش متراكمة كده زي الجبل، لا حطيها مفرودة، مفيش قطعة فوق التانية. صلاتي بقى عليها المروحة او شباك يكون جايب هوا كويس، وتتساب تبرد تماما، لان بتبقى واخدة درجة حرارة الذبيحة ساعة ما اتذبحت، فالحيوان بيكون جسمه سخن، فبتبقى سخنة، ولو اتشالت سخنة بالشكل ده ما بتبقاش اولا جودتها كويسة في الاكل ولا طعمها. وكل ما تتساب تبرد وكل ما تقعد مدة اكبر ما بين الذبح والطهي بتديك طعم افضل بكتير وطعم مستساغ واطيب. فاحنا الحمد لله حرصنا على كده، احنا ده اللي اخرنا بصراحه يعني، التقطيع والكلام ده ما خدش مني وقت كبير قوي عند ماما، هو بس التكييس والوزن، ان احنا نوزن الحاجه. فاللي كان معطلنا قبل بقى كل ده ان احنا سبناها تقعد مفروده، فتحنا عليها المروحه وقاعدين مستنيينها بقى تبرد والكلام ده. لكن الكبد والحاجات دي حلو جدا ان هي تشتغلي بيها عادي. وعايزه اقول لكم ان اللحمه صلاحيتها في الثلاجه ممكن تقعد معاكي يومين، بالذات لو هتحطيها في الرف اللي تحت الفريزر، ده بيكون درجه حرارته منخفضه شويه عن بقيه الثلاجه. ولو حابه تحتفظي بيها في الفريزر تقدري تقعديها عندك 8 شهور، مناسب جدا. اللحمة المفرومة بيكون وقتها أقل، ممكن تقعد معاكي 3 شهور اللحمة المفرومة في الفريزر اللي هو المجمد. فخدوا بالكم من الأوقات دي، لأن انتي لو ذابحة كمية كبيرة، وفي ناس بتذبح كميات كبيرة قوي عشان تكفيها السنة كلها، اعملوا ده لو انتوا حابين، بس خدوا بالكم ما تفرموش كمية كبيرة عشان ما تفسدش بسرعة. بصوا هنا انا بعد ما قطعت كميه الكبد والكلاوي والقلوب ما عصرتهاش زي ما قلت لكم، وعصرت عليها بس عصير ليمون وسبت القشر معاها فيه. عايزه اقول لكم ان الحاجات الطازه ما بتنزلش دم خالص، ممكن تعملي زي ما انا عملت، تعصري عليها ليمون وتسيبيها في مصفى، او تحطي عليها نص كوبايه لبن حليب وبرده تسيبيها في مصفى لو انت عايزه تتخلصي من اي سموم لا قدر الله تكون موجود في الكبد. لكن غير كده انا ما بغسلهاش ولا بجيب ناحيتها ميه خالص. الحاجة التانية اللي انا عملتها طبعا ان انا حطيت مية بتغلي على النار، ودي الفشة اللي هي الرئتين بتاعة الذبيحة، بيبقى معاها جزء كده اسمه الزور وشوية حاجات كده بصراحة معرفش اسمها. المهم ان احنا عايزين نغسلها، انا ما بغسلهاش طبعا. الغسيل بتاع الحاجات دي بيكون عبارة عن سلق، اسمه سلق الغسيل، بتتسلق مرتين. المرة الاولانية بتكون للتنظيف يعني سلقة نظافة، والمرة التانية بتكون سلقة التسوية، تمام. فهي تتغسل في مية مغلية بالشكل ده، تسيبيها تتسلق عليها كده بتاع 10 دقايق، تغلي فيها لحد ما تنزل كل الحاجات اللي بتسبب الزفارة بتاعتها. خدتها تحت الحنفية مية باردة تتشطف كويس قوي، تنزل منها اي حاجة مش مستحبة بعد ما اتسلقت 10 دقايق بس، زي ما قلت لكم كده سلقة غسيل. حصفيها من المية بتاعتها كويس قوي، وهبدأ احط لها مية سخنة من الاول وجديد، مية نظيفة بقى، وهنحط لها فيها شوية اضافات عشان تحلي بقى في الطعم بقى وتبدأ تتسلق. وهنحط لها كأنها لحمة بتتسلق، هحط لها بصلاية وهحط ورق لورا ومستكة وملح وفلفل اسمر، بس دول اللي انا حطيتهم عليها. وهضيف لها مية سخنة بتغلي، لازم تكون بتغلي، وحسيبها تغلي على نار عالية مدة الأول 10 دقايق، بعد كده هبدأ أهدي عليها النار خالص وحسيبها بتاع ساعة على النار. أنا ما قطعتهاش، ما جيتش جنبها عشان كمان ما تزفرش أكتر. في الوقت ده بقى أنا جبت الممبار، هو برضو اللي كان من الحاجات اللي فضلالي إن أنا عايز أخلص منها. هو اليوم متعب يعني الحمد لله، بس بقى لو أنجزتي وشديتي حيلك كده هتلاقي إن شاء الله اليوم عدى بسرعة،
والحاجة على الأقل أنجزتيها. هتقعدي بقى 3 أيام العيد التانيين بتعملي في الحاجة بتاعتك وهي نظيفة. أنا اديت الممبار شطفة وهبدأ إن أنا أقلبه، وطبعا بقى ايه مليان حاجات، الجزار ما كانش عنده وقت خالص خالص ان هو ينظف الحاجات دي نهائي، الله يكون في عونه يعني. بس انا في الغالب بشتري الممبار اصلا نظيف، بس حاجة العيد بقى هي اللي طبعا الواحد بينظفها على ايديه. وعايزه اقول لكم ان انا على طول بفضل اشوف فيديوهات لتنظيف الممبار بكرشة والحاجات دي، بلاقي حاجات كويسة قوي وحاجات واقعية جدا، وفي نفس الوقت بلاقي حاجات افتكاسات فظيعة، اللي هو حد بيغسل الممبار في الغسالة الاوتوماتيك او في النص اوتوماتيك، مش عارفة بيغسلوه بجلدة الانابيب، اسطوانة الانابيب بتاعة الغاز. هي بتهيألي فكرة كويسة، بس حكاية الغسالة دي هي اللي كانت صعبة بالنسبة لي قوي. انا حطيت الممبار بتاعي في ملح وخل زي ما انتوا شفتوا كده، سيبه على جنب من غير مية يتنقع في الحاجات دي بس، وبعد كده هرجع له. الحاجات برضو اللي كانت فضلالي هو المنديل. المنديل ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا على فكرة، رغم ان نسبة الدهون اللي فيه عالية قوي قوي قوي. المنديل ده بيكون طبقة في البطن عبارة عن دهون بالشكل ده، وبتكون رقيقة، عشان كده الناس بتسميها منديل. انا باخد منه الاجزاء الطرية اللي ينفع تتلف على الكفتة ويتعمل منها الطرب. الاجزاء الناشفه مش برميها، لكن بقطعها قطع صغيره تحلي بيها بقى اي اكله، برام باميه، ورق عنب، الحاجات دي، اي اكله ممكن تحطيها كده تسيح مع نفسها في شويه زيت. لو انت هتحمري كبده، هتحمري قلوب، كلاوي، الحاجات دي كلها برضو بتدي نسبه دهون حيوانيه، بتزود الطعم شويه، وفي نفس الوقت يعني بتدي نكهه كويسه جدا. المهم ان انتوا ما تكتروش منها. الدهون الحيوانية على فكرة من الدهون الصحية جدا جدا، رغم ان احنا عندنا معلومات العكس ان هي نسبة الكوليسترول فيها عالية قوي، رغم ان هي اصح دهون ممكن تاكلوها. اهم حاجة في اي اكل بناكله ان احنا ما نكترش منه، مش عشان هو بنقول ان هو صحي او هو احسن انواع الدهون ان احنا نفضل ناكل فيه طول الوقت. الفكرة دي هي اللي غلط. لكن في العموم هو مش دهون مضرة بالجسم. الدهون المضرة هي الدهون النباتية المهدرجة، هي دي اللي صعبة جدا على الجسم، والجسم ما بيعرفش يهضمها اصلا. سبحان الله، الحاجة اللي ربنا خليها زي ما هي هي دي اللي الجسم بيتعرف عليها، الحاجة المصنعة هي دي اللي الجسم بيرفضها فبيخزنها كده وهو مش فاهم ده ايه. فانا دول شلتهم كمناديل، اللي هو قصدي كطرب يعني الف عليه الكفتة. اما الاجزاء الخشنة او الناشفة اللي مش هعرف الفها، قطعتها مكعبات كده شكل عشوائي زي ما انتوا شايفين، يطعم بيها اي طاجن عندك وتدخليه الفرن برضو بنسب صغيرة قوي. رجعت هنا للممبار، كان لونه بيض شوية على فكرة من الخل والمية، لو كان عندك بيكربوناته ممكن تحطي، بس انا كسلت ادور عليه. وطبعا انا قلب الممبار لان تنظيفه جواه اصعب من بره. الطريقة التقليدية جدا اللي كلنا عارفينها، اللي هي تمسكي السكينة وتمشي عليها بالممبار. انا بصراحة الاسهل بالنسبة لي ان انا اخده على بلانشة كده واكحته بالشكل ده، وافضل الف فيه يمين وشمال لحد ما اطلع كل الحاجات الغير مرغوبة فيه. والممبار من الحاجات اللي كلنا بنحبها، بس يعني ايه، ما تسألوش عن ماضيه كتير عشان ما حدش يتضايق بقى وياخد جنب منه. فاحنا بناكله واحنا عارفين ان ماضيه مش قد كده، بس طعمه بصراحة حلو قوي. اهم حاجة نهتم بنظافة الاكل، هيطلع معانا زي الفل بصراحة، مش هتحسي بطعم اي حاجة زفرة فيه. الغسيل بتاعه يكون كويس، تستخدمي ملح بكرم كده وخل، ولو عندك ليمون او عصرة ليمون وقشر الليمون كمان، عندك زنجبيل من الحاجات الجميلة جدا اللي بتضيع زفارة اي حاجة. اخر شطفة ممكن تضيفي طحينة، بتقلل نسبة الزفارة خالص خالص، بتمتص اي روائح كريهة مش مرغوبة في الحاجات الزفرة دي. كل دي على فكرة معلومات انا عرفتها منكم انتوا، يعني انا كان اخر معلوماتي هي الليمون والخل والملح، لكن انا بصراحة عرفت من متابعيني موضوع الطحينة وموضوع الزنجبيل البودرة. فالفضل يرجع لله وليكم طبعا بعد ربنا. انا خلاص نظفت كل الممبار زي ما شفتوا كده، كحته، لقيت اجزاء تانية كده عايزة تتعمل، خدتها برضو على ايديا بسرعة ولقيته ما شاء الله كده زهزه بقى وبقى رشيق كده مش مليان حاجات. هبدأ بقى ان انا احط له ليمون وقشر ليمون في شوية مية، وهبدأ اقلبه على الناحية التانية برضو عشان يتنقع في شوية ملح وخل تاني، وساعتها خلاص هيكون جاهز معايا، يدوب بس اصفيه من ميته، اشيله في الكيس بتاعه.
لو انت عندك وقت بقى وشطوره ممكن تحشيه وتشيليه مسلوق. انا بصراحه عملت الكلام ده يوم الوقفه في ممبار اشتريته عشان في العيد ما اعملش الحركه بتاعه السلق والحشو دي، فدول هشيلهم لبعد العيد. والحمد لله عندي في الفريزر ممبار مسلوق هطلعه للتحمير في اي وقت. الحاجات دي في حاجات كتير عملتها يوم الوقفه على فكره وما صورتهاش بقى. وعملت جاتو تاني على فكره برضو عشان الولاد حبوا السويس رول جدا اللي انا عملته وخلص. عايز اقول لكم يوم الوقفه واضطريت ان انا اعمل تاني الحمد لله يعني. وان شاء الله نبقى نعمل مع بعض كتير الحاجات دي. كده الفشه خلاص استوت، طلعتها تبرد عشان احمرها. جه بقى الوقت اللي هناكل فيه، لان احنا كنا راجعين واكلين من عند ماما، لكن طبعا لازم ناكل حلويات المذبح او حلويات الاضحيه اللي هي الكبد بقى والقلوب والكلاوي اللي احنا لسه محمرينهم. بص انا حطيت هنا شويه زيت، حطيت فيهم كم قطعه من الحاجات اللي طلعت زي بتاعه المنديل كده، تبدا بقى تسيح مع نفسها وتدبل كده وتطلع نكهتها وتتحمر. نزلت بكميه حلوه من الثوم المفروم اللي احنا بنبقى شايلينه في البيت على طول متجمد، حلو قوي قوي بينفع قوي. يدوب بس ريحته طلعت كده وبدا يتحمر لان انا معليه النار على الاخر. هبدا بقى انزل بالقلوب والكلاوي لان هي اكتر حاجه بتاخد وقت، او مش اكتر حاجه، هي بتاخد وقت زياده عن الكبده لكن هي برضو في الاخر ما بتاخدش وقت خالص. سبتها على الوش الاولاني تتحمر وقلبتها على الناحيه التانية برضو تاخد وش حلو كده، وكل ده على نار عاليه عشان ما تنزلش ميه وتبدا تحسي ان هي بتتسلق. انا لحد دلوقتي ما ضفتش اي بهارات، اول ما لقيتها دخلت في تحمير حطيت الملح وهوسع مكان للكبده. نزلت برضو كمية الكبدة كده. انا على فكرة ما حطيتش كل الحاجات اللي طلعت لي، يعني في كبدة شلتها وكلاوي وقلوب عملت منهم طبخة كمان وشلتهم لان الكمية لقيتها كبيرة علينا قوي. حمرت بقى كده كله وسبتهم على النار مدة كافية عشان انا نزلت الكبدة النية على القلوب اللي دخلت في سوا حاجة بسيطة، فكان لازم اسيبها تستوى على مهلها وقت كافي تاني. حطيت بقى هنا في النص كام فص توم تانيين يتحمروا، واول ما دبوا معايا نزلت بخل بقى وهتشم ريحه تحفه للكبده. انا لسه بقى ما حطيتش كمون ولا اي حاجه، انا مش هحط المره دي غير الكمون عشان ما نضيعش الطعم الطازه بتاع الكبده والقلوب والكلاوي. هملح تاني عشان الكبد ما ملحتهاش، ونزلت بالكمون. الكمون ده انا لسه طحناه دلوقت بس ما طحنتهوش ناعم، خليته في جرشه بسيطه. شايفين بقى المنظر ده كده والواحد جعان خطف قلبي كده. غرفت بقى وكل حاجة متحمرة وطعمها حلو جدا، وجنبها مخلل مشكل وكام رغيف عيش، ومفيش احلى من كده بقى. والليمون بقى اديها ليمون كتير، احلى اكلة بصراحة. يا رب يجعل عيد تكون سعيد دايما، ويا رب تكونوا فطرتوا كده النهاردة. قولولي برضو في التعليقات النهاردة فطرتوا ايه. اكيد ناس كتير اكلت فتة، بس هل الطبق ده كان على سفرتكم النهاردة ولا لا؟ وبعد الاكل بقى كده الواحد استجم شويه في الاكله الحلوه دي، بس عشان ما كسلش قمت بسرعه اقطع الفشه. بصوا بقى لونها من جوه وردي وجميله ازاي، عمرك ما هتحسي بزفاره فيها ابدا. طب احنا كده هنسويها ازاي تاني؟ ساعتها بقى انت عايزه تحطي فشه على كبده او فشه على قلوب والكلام ده، هتاخدي الفشه تحمريها بالثوم جنب الكلاوي والقلوب زي ما عملنا دلوقتي بالظبط، يا دوب تتحمر لانها مستويه 100%. انا اخدتهم بقى طبعا مش هعمل منهم حاجه النهارده، كيستهم كده وزعتهم على طبخات، شلت منهم الهواء وعلى الفريزر على طول. ده الدرج اللي ايه شلت فيه بقى الممبار والكرشه والمناديل، يعني الدرج بتاع الحاجات المشكله دي. وقفلت بقى والحمد لله الحمد لله راضي عن نفسي، يا رب يكون ربنا راضي عني. وشلت الحاجه كده وانا بحمد ربنا ان اليوم بفضل الله عدى على خير. دعكت بقى الرخامه كويس جدا وكمان الحوض، وغيرت كمان الحاجة اللي انا استخدمتها اللي هي سلكة المواعين واللوف كمان هاخدهم ارميهم. وطبعا غسلت الحوض كويس قوي لان اتعاملنا النهاردة مع حاجات كتير جدا، فلازم بقى ايه نعمل تطهير كده طول ما احنا واقفين. اقوم دول رميتهم وهطلع غيار جديد، وهبدأ بقى اشطف الرخامة وهحط لها معقم دلوقت وكله هيبقى زي الفل. قولولي بقى في التعليقات النهاردة قضيتوا يومكم ازاي، وهتقضوا بقيه اليوم بقيه العيد ازاي. برضو انا بتهيالي ده عيد لحمه، يعني اللي هيخرج ممكن يكون نسبه بسيطه اللي هيخرج فيها، بس ايا كان ان شاء الله يعدي عليكم العيد وانتم سعداء يا رب العالمين وكل اسرتكم.
بص بقى مستر ماسل ده بتاع التعقيمات، انا هرش كده على الرخامه واسيبها تنشف في المروحه، وهدخل كده استجم اكل لي قطعه جاتوه كده من اللي انا عاملاها. مش قادره اقول لكم خطير قد ايه، تحفه. ان شاء الله هبقى اشارككم الطريقه بتاعته بقى تاني، بما اننا عملنا حاجتين حلوين كده في قبل الوقفه بيوم. ودي البالونات اللي مثلا مروان اشتروها. بصوا بقى الجاتوه انا قطعته مكعبات، او مكعبات مش مستطيلات زي ما بعمل دايما، قطعته مكعبات بس وعملته بالشوكولاته وحطيت له جناش على الوش بس كده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ويا رب تكونوا استمتعتوا معايا او استفدتم بشيء بسيط من الفيديو. بشكر ندى حبيبه قلبي اللي انا قابلتها النهارده في صلاه العيد، يعني هي اللي عرفتني كده. تسلمي لي يا ندى يا رب، ويا رب اقابلك تاني. تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. مع الف سلامه.